السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقسم لك إنك ممكن تكون أول مرة تسمع الحكاية اللي أنا هقولها لك دي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو عمره 4 سنوات صلى الله عليه وسلم ألح على السيدة حليمة السعدية إنه يرعى الغنم. قال لها: أين إخوتي يا أمه؟ فقالت: يا محمد، إن إخوتك يرعون الأغنام التي رزقنا الله إياها ببركتك. فقال لها: أريد أن أرعى الغنم معهم يا أمه. فقالت: يا محمد، إنك لن تستطيع. قال: يا أمه، أريد أن أرعى الغنم. قالت له: يا محمد، إن أصابك سوء إن بني عبد مناف سوف يقتلوننا. يا محمد، أخاف عليك. ألح عليها المصطفى صلى الله عليه وسلم حتى قالت له: غدا إن شاء الله. ففي الغد في اليوم الثاني استيقظت على جمال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ممسكا بعصا بيده رابطا حبلا ببطنه يستعد لرعي الأغنام، وامسكت ولدها الكبير قالت له: يا عبد الله، دونك محمد، يعني إياك أن يصيبه أي شر. فأخذ عبد الله وأبناء السيدة حليمة السعدية الشيماء وأنيسة فدخل إلى المرعى وذهب، وكان الرعيان يأتون بعد صلاة العصر، يعني في الوقت ده تقريبا يعني، وبعدين عند العصر لم يعودوا، عند المغرب لم يعودوا، إنما جاء الليل. فخافت السيدة حليمة فخرجت إلى أطراف بني سعد، وخرجت بني سعد كلها إلى أطراف المدينة، مدينة بني سعد. ثم قالوا: أين محمد؟ فتقول السيدة حليمة: حتى رأيت نورا يأتي من بعيد فعلمت أنه ولدي محمد صلى الله عليه وسلم، حيث أننا لم يكن لنا سراج في البيت في الليالي المظلمة غير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أمسكت بولدها الكبير قالت له: ما غيبكم يا عبد الله؟ قال لها: يا أمه، العجب كل العجب من أمر أخانا محمد. قالت: ماذا حدث؟ قال لها: يا أمه، ما مر على حجر ولا شجر إلا قال له: السلام عليك يا محمد. ثم ما مر قدمه لا مست حجرا إلا لان له، ولا مشى على رمل إلا نبت العشب من تحت قدميه فترعى الغنم، حتى دخلنا على واد فيه سباع، فأراد أسد كبير أن يلتهمنا، فلما رأى أخانا محمد جاء إليه حسيسا يسجد عند قدمه، فقال له: محمد، أخرج من هنا فإني أريد أن أرعى غنمي. فخرج الأسد وخرجت الأسود معه، ورعينا يا أماه حتى أن غمامة في السماء كانت تحميه وحده من حر الشمس، إذا شئنا أن ندخل معه انزوت عليه وحده. هو رسول الله، هو نبي الله، هو المصطفى، صلوا عليه وسلموا تسليما، صلوا عليه وسلموا تسليما،